وصية الإمام جعفر الصادق عليه السلام لعبد الله بن جندب: يا ابن جندب، قال الله جل وعز في بعض ما أوحى: إنما أقبل الصلاة ممن يتواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره بذكري ولا يتعظم على خلقي، ويطعم الجائع ويكسو العاري، ويرحم المصاب ويؤوي الغريب، فذلك يشرق نوره مثل الشمس، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه، فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنات الفردوس، لا يسبق أثمارها ولا تتغير عن حالها.